السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأسعد حال. زي ما واضح قدامكم كده رجعنا بفيديو جديد، والنهاردة هنعمل كده حاجة خفيفة. لو انت نفسك حاجة حلوة كده ومش متاحة عندك أي حاجة، يلا كده بحبة شعرية هنعمل أحلى شعرية باللبن مع بعض. يا رب الطريقة تكون سهلة كده وتعجبكم. يلا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج معايا هنا كيلو من اللبن، ربع كيلو من الشعرية، معلقتين نشا كبار، سكر حسب رغبتك او كوباية من السكر، ومعايا هنا فانيليا. اول حاجة هنعملها ايه؟ هنجيب كده الحاجة اللي هنعمل فيها الشعرية، نحط فيها كده معلقة من الزبدة، وكمان عليها تعتبر نص معلقة كده من السمنة بس علشان خاطر الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. هنزل دلوقتي بالشعرية، حمرها كده اخلي لونها ذهبي، خلاص كده انا قربت ايه عن اللون اللي انا عايزاه بالظبط. خلاص كده هنزل دلوقتي بشوية قليلين خالص كده من المية، بس كده حاجة بسيطة خالص، علشان انا لو نزلت اللبن عليها وكده خليتها تستوي في اللبن كده، انا عايزة ايه 10 كيلو لبن. انا يدوب بسيطة حاجة بسيطة كده من المية، وبعدين هضيف عليها اللبن. خلاص كده الشعريه بتاعتي شربت الميه اللي فيها، يا دوب هي بتستوي كده من البخار ما بتستحملش. هنزل دلوقتي باللبن، هقلبها كويس. نخلي النار كده ايه واطيه خالص كده عليها، لان خلاص هي يعتبر استوت معايا، وانا اللبن بتاعي ده اصلا غليان الاول. بعدين هدوب النشا. قبل ما ادوب كده النشا هحط الاول السكر بتاعي بس علشان يدوب معايا، اقلبه كويس. لو انت ما بتحبيش الحاجه دسمه قوي وكده، تقدري تحطي يعني حاجة لا تسكر من الزبدة بتاعتك. خلاص كده انا دوبت السكر، دلوقتي انا دوبت النشا بتاعي في كده شوية مية صغيرين على البارد عشان لما انزله هنا ما يكلكعش معايا. هنزل كده بيه واقلب بسرعة. شايفين بدأ يتقل ازاي معايا؟ خلاص كده اخر حاجة هنزل بالفانيليا بتاعتي، وخلاص كده الشعرية بتاعتي جهزت، وصلت زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. يلا نقدمها مع بعض. وبكده هنكون مع بعض عملنا احلى تحلية من الشعرية، شعرية باللبن جميلة قوي، يا ريت تجربوها ويا ريت تعجبكم. يا رب كده الفيديو يكون خفيف كده وظريف على قلبكم. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي، قناه مطبخ نوره بنت العمده، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولك مني جزيل الشكر، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.